مكان يا يخرج بره الفريق يا يعني يبقى مش موجود يعني. طيب اول بطوله خدتها مع مستر مانويل كانت اللي هي البطوله كل الافريقيه، دوري ابطال افريقيا. وبعد كده خدت الدوري بقى من سنه 2004. خدت الدوري من انا خدت الدوري 8 سنين مع النادي الاهلي. بس 8 سنين بس، 8 سنين كلاعب يعني، انما كمشجع الحمد لله بنفرح بنفرح كتير بارتباطنا بالنادي الاهلي يا اسلام. طيب